آثار الدمار لا زالت شاخصة في الموصل، بيوت سويت بالأرض وأخرى رسم الرصاص على جدرانها لوحة سريالية لتبقى شاهدا على همجية من مروا بهذه المدينة التي لم تبقي الحرب فيها شيئا. الأمم المتحدة بدأت برنامجها الإنمائي بإعادة تأهيل 10,000 وحدة سكنية في الجانب الأيمن الذي يعد أكثر مناطق الموصل تضررا. الآن يتم ترميم 10,000 منزل في الجانب الأيمن من مدينة الموصل في 29 منطقة من مناطق الجانب الأيمن، منها حي الإصلاح الزراعي، حي 17 تموز، حي النهروان 4 مقاطع، حي اليرموك، حي العامل، حي الرسالة، إضافة إلى المدينة القديمة بكل أحيائها. الآن أحيل من قبل المنظمة اليو ان دي بي حوالي 3300 دار ضمن هذا المشروع. نسب الإنجاز لهذه الدور المحالة ما يقارب 50% للمخطط و 45% للفعلي. نحن كادر هندسي الألمنيوم وبلاستيك ومحجلات، تعرف يعني منطقة القديمة آثار يعني تراث قديم يحتاج إلى ترميم وصيانة، يعني نحاول يعني أقصى جهدنا اللي يحتاج لصيانة نسوي صيانة عليه، اللي ما يحتاج لصيانة ننزل عندنا أبواب شبابيك. هذا مواطنون أشادوا بجهود المنظمة التي تسعى إلى إعادة النازحين وتأهيل الدور المتضررة، متأملين عودة المزيد من الأهالي الذين غادروها لتدب الحياة من جديد. طبعا أنا أحد سكان المنطقة القديمة، كنت نازح بالمخيم، فصار لي فترة رجعت. طبعا أنا حسب ما تسمع بأن المناطق القديمة مدمرة، طبعا اللي شفته عكس هذا الشيء، يعني الحياة رجعت، الوضعية زينة، الأسواق موجودة. أطلب من اللي مثلي اللي كان نازح أو اللي يتخوف العودة، أطلب منه أنه يعود بأنه الحياة زينة. يجوز أكو بعض المكانات بيها دمار بس بداخل الأفرع ماكو شيء. الناس يعني ما تقبل ترجع، البيوت واقعة مضررة، فجينا واني منظمة يو ان دي بي ساعدونا، عمروا الناس وعمروا البيوت، ونشكر استاذ المحافظة مساعدهم بيا، ونطلب من الناس اللي تعمرت بيوتهم يرجعون ترجع الحياة الطبيعية. تعمل المنظمة على إعادة تأهيل وترميم المنازل التي تقدر نسبة ضررها ب 60%، خصوصا في الموصل القديمة التي دمرها القصف الجوي بالكامل خلال المعارك والحرب على التنظيم الإرهابي. وتضم المدينة القديمة عشرات المعالم التاريخية، ولعل أبرزها كان الجامع النوري الكبير ومنارته الحدباء الذي دمر أبان الحرب.